انطلاق الإنقاذ ودعم القطاع الاجتماعي خطة ذات طبيعة استراتيجية وذات طبيعة استعجالية، خطة تعتمد على مقومولية توازن بين اقتصادية وحياتها الملحة الاجتماعية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن. فاح استراتيجي خطة المدى المستعجل وخطة المدى المتوسط، ويعتمد بالأساس على الإصلاح الذي سينطلق الأسبوع القادم، وكذلك إعادة النظر في السياسة البترولية أو السياسة. هذا شيء لا يمكن أن ندعمه ونهنيكم أن يرى أن يدخل إذا حيز تنفيذ. فيما يتعلق بموضوع السؤالية المتعلقة رقابة الأثمان، رجمتم بأن رغم وجود تعدد الأجهزة ولكن قوانينها هي التي تخول لها ذلك. أنا صحيح، لكن نقول في باب الخطة الشمولية الناجعة، ألا ترون أن هناك ضرورة لمراجعة هذا النظام لأنه أصبح عاجز وغير مجدي؟ ثم نظام المراقبة في حد ذاته لا يكفي، المراقبة تعني الحسم وإنزال العقوبة والجزر وحماية القوة الشرعية للمواطن. الحماية لا تحمى بالكلام ولا بتحرير مجرد محاضر. الوقف المعتدي على حرية وقوت الناس عند حده بإنزال القانون عليه، والوضع تعدد الأجهزة لا يمكن أن يؤدي الوظيفة. لا بد من التفكير في الآلية الناجعة التي من شأنها أن تعطي للمراقبة مدلولها الحقيقي وأن تجعلها بالفعل تساهم في إنجاح خطتكم الاستراتيجية الاجتماعية. كذلك قلتم بأنه نظام المراقبة أجهزة فهو يقوم بدوره، وسجل خلال السنة الماضية حوالي 4000 مخالفة، والآن سجلت في خلال 3 أشهر ما يقرب من 1000 مخالفة. بالنسبة لشعب 30 مليون أمام دورة اقتصادية جد متحركة في أزمة خطيرة جدا، أعتقد على أن 1000 مخالفة في 3 شهور غير كافي، لأن أغلبها تتعلق والحال الأمر يتعلق بمراقبة الأصغار، وهو شيء مخالف تماما لظاهرة الغش. مراقبة الأصغار هو تنظيم حالة إحقاق الربح على حساب تفقير الشعب بكامله. لابد أن يكون هناك ضوابط مخطط المنظم، لأنه يكاد أن يكون إرهابيا في حالة ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية كوقع الجفاف والظروف الصعبة التي نعيشها. فلذلك المسألة كنتم في الواقع تتحدثون كأنكم واثقون بالفعل في خطة التي وضعتموها، ولكن أخاف أن ما نقول بأن هناك مراقبة الآن أجهزة المراقبة لا تؤدي دورها على الإطلاق، أن المراقبة بحد ذاتها غير ناجعة، لأنها هناك شبكات منظمة بآليات يصعب الحصار، توفرت كل وسائل وأدوات للمحاربة للوقوف أمام يعني هؤلاء يعني المضاربين. فلذلك أؤكد على ضرورة دعم هذا المخطط الإصلاحي بإعادة النظر في إدارة في وسائل المراقبة بالكيفية التي تجعلها ناجعة. شكرا.